السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، اتفضل. الله يكرمك يا شيخنا، معلش يا شيخنا أنا آسف بس وسؤال طويل شوية. لا تطل لأن المقام لا يتحمل الإطالة على هذه الصفحة الآن. حاضر يا مولانا. يا مولانا بس أنا لي أخت سابت بيت زوجها ماشي؟ ليه بنتي جيتي قالت هو لقيتش بيصرف عليا ومش موفر لي السكن كويس وبقت في حشرات موجودة في البيت وكلام زي كده. عفوا قاعد ماذا كان؟ قالت ثابت المنزل ثابت بيت جوزها ليه؟ قالت عشان بقاش بيوفر لي السكن مش موفر لي المعيشة بقاش بيشتغل هو راجل كبير عامة. أختك هذه؟ أختك تركت بيت زوجها لأن زوجها لا يوفر لها مسكنا طيبا. بالظبط كده وما بيصرفش عليها يعني ولا ينفق عليها. نعم؟ ولا ينفق عليها. ولا ينفق عليها. وبعد بقى ايه؟ فهو دلوقتي مريض. ها؟ مريض هو علينا دلوقتي مريض. هو الان مريض. مريض، فوالدي راح يشوفه لما الناس قالوا له، فراح لي ايه تعبان جدا، ماشي؟ واحنا بصراحه بقى الناس قالوا لوالدي جيب بقى بنتك وبنتها وهي مخلفه بنت صغيره. تمام كده؟ فالراجل تعبان وتيجي تقعد جنبيه وكلام زي كده يعني. فايه الحل يا شيخنا نوديها ولا ايه؟ يعني عفوا هو لا ينفق عليها فقط ولا ايه يعني تاني؟ ما ينفقش عليها وخلاص. يعني بس ممكن هو في حل يجيب حاجه بس يعني. اصبر عليها بس يعني. يعني هي تركته لعدم انفاقه عليها او لان انفاقه قليل؟ لا لعدم انفاقه خلاص. يعني فيش خالص صفر. صفر. يعني كل فتره كده لفتره بتحلل علينا بيحصل مشاكل كل فتره. طيب يا اخي الان هو مريض تصبر عليه بارك الله فيك. لوجه الله لوجه الله يعني. طبعا من حقها ان تبتعد لانه لا ينفق عليها. لكن الان هو مريض، افترض انه مريض وفقير هنعمل ايه؟ الله يبارك فيكم. يا شيخ الله يكرمك.